أعزائي الطلبة وطلبات المعهد الفني الصحي بأسيوط، شعبة الأشعة، وأي حد بيسمعنا من معاهد أخرى، أهلا وسهلا بكم في مادة تقنيات أجهزة الأشعة والتصوير الطبي. ما زلنا في تقنية الإكس راي بلانر راديوجرافي، وصلنا للإنسترومنتيشن فور بلانر راديوجرافي أو المكونات الرئيسية لجهاز الإكس راي. إلى الآن أخذنا الإكس راي تيوب كمكون أساسي من الإكس راي، بقية المكونات هي الكوليميتور، وده مسؤول عن الريستريكشن أوف إكس رايز، فمن خلاله أقدر أتحكم في كمية الجرعة الساقطة على المريض، وكمان أقدر أقلل الكامبتون سكاترد إكس رايز. المكون التاني اللي هو الأنتي سكاتر جريد، وده مسؤول عن تقليل الأشعة اللي حصل لها سكاترينج بعد خروجها من جسم المريض بحيث ما تأثرش على جودة الصورة. المكون التالت اللي هو الديتكتور، اللي أغلبه حاليا ديجيتال ديتكتورز. على الديتكتور بيتم تحويل طاقة الإكس راي النافذة من جسم المريض إلى لايت، إلى ضوء، ثم يتم تحويل اللايت إلى فولتج باستخدام الفوتو دايودز، والفولتج كأنالوج سيجنال أقدر أعمل ديجيتايزنج في السيجنال دي باستخدام أنالوج تو ديجيتال كونفرتر. أبعاد الجريد في الأنتي سكاتر جريد، الكامبتون سكاترينج الكمية بتاعته بتتغير طبقا لأبعاد الجريد. لو قلنا الثيكنس تي والطول اتش والمسافة بين كل شريحة والشريحة اللي هي مصنوعة من الرصاص، الشرائح المصنوعة من الرصاص هسميها دي. عندي عاملين، العامل الأول هسميه جريد ريشيو، والعامل التالت جريد فريكوانسي. الجريد ريشيو عبارة عن الاتش على الدي، الجريد فريكوانسي عبارة عن واحد على دي زائد تي. وجود الانتي سكاتر جريد ده مهم جدا، الصورة اللي على الشمال دي متاخدة من غير انتي سكاتر جريد، الصورة اللي على اليمين موجود انتي سكاتر جريد مع الاكس راي، وبالتالي هتكون الكواليتي بتاعتها اعلى. ادي الواح الرصاص اللي بتكون لي الانتي سكاتر جريد، ودي الاشعه النافذه من جسم المريض، دي الاشعه الاصليه، ودي الاشعه اللي حصل فيها سكاترينج. الواح الرصاص هتمتص الاشعه دي وتمنع سقوطها على الديتكتور. الانتي سكاتر جريد ممكن الالواح تكون متوازيه بالشكل ده، وممكن تكون مايله بالشكل ده. نتيجه التطور التقني في الديتكتور تم تطوير تقنيتين، الكمبيوتد راديوجرافي والديجيتال راديوجرافي. الكمبيوتد راديوجرافي او سي ار ده بيتكون من ديتكتور بليت وكمبيوتد راديوجرافي ريدر. البليت عباره عن طبقات رفيعه من الفوسفور، وبالتالي هتديني هاي ريزوليوشن ايمجز. اما بالنسبه للسي ار ريدر فده الشكل بتاعه، وموجود فيها عدد كبير جدا من الدايودز، ليزر دايود للتعامل مع اللايت، وفوتو دايود للتعامل مع الضوء قبل تحويله لفولتج. اما في الديجيتال راديوجرافي بيكون عندي نوعين من الديتكتورز، نوع غير مباشر ونوع مباشر. النوع الغير مباشر الاول بيتم تحويل الاكس راي الى ضوء عن طريق السنتيليتور، وبعد كده بيتم تحويل الضوء الى فولتج عن طريق الفوتو دايودز. اما في النوع الثاني في الدايركت كونفرجن بيتم مباشره تحويل الاكس راي الى الكتريكال سيجنال، خصاص الصوره الناتجه من البلانر اكس راي. الثلاثه بارامترز اللي قلناهم في تشابتر 1 اللي هم الاس ان ار والسي ان ار والسبيشال ريزوليوشن، هم دول البارامترز لاي صوره. بالنسبه للاس ان ار فده بيتناسب طرديا مع الجذر التربيعي لعدد الاكس راي فوتونز اللي بتصطدم بالكاشف اللوحي لكل وحده مساحه، وبالتالي لو عايز احسن الاس ان ار فبزود كميه الاشعه الساقطه. وايضا الاس ان ار بيتناسب طرديا مع الجذر التربيعي الحاصل ضرب التيوب كارنت في الاكسبوجر تايم. ايضا كل ما يزيد الكيلو فولت بوتنشال كل ما يزيد الاس ان ار. بالنسبه للسبيشال ريزوليوشن فدي بتتوقف على المسافة بين مصدر الاكس راي والبيشنت، وكذلك البيشنت والديتكتور. بالنسبة للسي ان ار فده بيتوقف على مدى امتصاص الكامبتون سكاتر اكس رايز، كل ما قل الكامبتون سكاتر اكس رايز كل ما السي ان ار تعلى. الاكس راي كونتراست ايجنتس احيانا بيخلي المريض ياخد حاجة بتزود الكونتراست بتاع الصورة زي الأشعة بالصبغة. سبيشاليزد اكس راي ايميجنج تكنيكس، تقنيات خاصة من الإكس راي. أول حاجة Digital Subtraction and Geography، وهي تقنية تصوير الأوعية بالطرح الرقمي أو بيسموها الأشعة التداخلية أو DSA، ودي بستخدمها في تصوير الأوعية الدموية وأطرحها من بيئة الأنسجة الأخرى الرخوية أو العظمة أو الأنسجة الكثيفة. أدي DSA لبعض الأوعية الدموية.
من ضمن سبيشاليزد اكس راي ديجيتال فلوروسكوبي، ودي بستخدمها في التصوير اثناء الجراحات الداخليه وعمليات القسطره وغيرها. ادي صوره بتوضح استخدام الديجيتال فلوروسكوبي في عمليه قسطره القلب من التقنيات الخاصه للاكس راي ديجيتال ماموجرافي، ودي بستخدمها في تصوير الثدي للتاكد من وجود اورام او لا، اللي الاكس راي العادي مش هيوضحها بهاي سبيشال ريزولوشن ولا سي ان ار. وفي الحاله دي الاكس راي تيوب العاديه مش هتنفع، بستخدم سبيشاليزد اكس راي تيوب. الماده بتاعت الانود مصنوعه من مولبيدينيوم بدل التنجستن، وبستخدم فيها لو انرجي اكس راي، كذلك فرق الجهد بيكون صغير. اتمنى تكون محاضره اليوم واضحه، واشوفكم ان شاء الله في المحاضره القادمه مع تشابتر 3 والكمبيوتر توميجرافي او السي تي سكان. شكرا لحسن استماعكم.